أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، طبعا هذا البث لن يكون بث طويل، ولكن حبيت أبين بعض القضايا المرتبطة ببعض المسائل التي تعرضت لها خلال هذه الأيام الماضية، أو التي وصلتني، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، أو التي وصلتني عن طريق بعض الأخوة. أولا، وصلني مقطع عن طريق أحد الأخوة يقول بأنه جماعة الحيدري العباقرة ناشرين مقطع يريدون أن يقولوا بأنني كنت أدرس عند السيد الحيدري، مع أنه ماكو إنسان عنده ذرة عقل يورط نفسه بمثل هذه الكذبة. أولا، أنا ما طلعت من خارج العراق أبدا إلا للزيارة، وبحياتي ما التقيت بالحيدري، لا رأيته ولا رآني مباشرة. أنا طبعا رأيته بشكل تلفزيون، يعني عن طريق التلفزيون، طريق الفضائيات، وهو ما أدري هسه رآني أو ما رآني. أنا أستبعد أن يكون رآني أساسا. فمن يقول بأنني كنت أدرس عند الحيدري فطبعا عليه أنه يدقق في معلوماته، لأنه هاي المعلومة جدا، مو بس جدا، أساسا ما لها أساس، لأن أنا أساسا ما خرجت من العراق، يعني ما خرجت للدراسة خارج العراق، خرجت للزيارة فقط، أكثر من هذا خرجت لدولتين فقط، خرجت إلى إيران وخرجت إلى سوريا. وكل سفراتي خارج العراق كانت إما مع جامعة أو مع مدرسة دينية، خرجت مع جامعة وخرجت مع مدرسة دينية 3 مرات أو 4 مرات، 3 مرات إلى إيران ومرة إلى سوريا. ولم أخرج من أجل الدراسة، وإنما خرجت من أجل الزيارة. خرجت مرة واحدة من أجل مؤتمر أقيم في قم مقدسة، في مدينة الإمام الخميني، يعني في مدرسة الإمام الخميني في مدينة قم، برعاية جامعة المصطفى. كان عندي بحث نشرته وشارك في إحدى المؤتمرات، أحد المؤتمرات. هذه قضية. القضية الثانية، الشخص اللي ناشرين صورته على أنه أنا، في الحقيقة هو الشيخ أحمد الجعفري. طبعا هسه أنا لعله البعض لما يشوفني بالبث يشوفني دائما لابس نظارة، لأن أنا أقرأ فأحتاج النظارة، أما أنا في الخارج أستعمل النظارة لا. البعض يقول أنه قد يسأل نفسه، يعني أنا أتساءل عن الذي سيتساءل وأجيب. البعض يقول أنه شنو أهمية مثل هاي القضية. أنا أقول لكم قضية مهمة جدا. أنا دخلت هذا المكان، أنا دخلت هذا المكان وبقيت لمدة سنة كاملة أتصفح التوكتوك، وعرفت فيه قضايا عن الناس الموجودة في التوكتوك، طريقة التعامل، أهمية المعلومة، طريقة كل هذا عرفته خلال دخلت البثوث وشاركت في البثوث، يعني التعليقات طبعا ما شاركت بشكل مباشر. رأيت الأشخاص، رأيت مستوى الأخلاق الموجود في هذا المجال، في هذا المكان، ثم قررت المشاركة.
الآن لما الواحد يسألني شنو أهمية أن واحد يقول عنك أنه أنت دارس عند الحيدري وأنت فعلا ما دارس، أنا أقول لك أهميته شنو. أهميته أن يقولوا، لأنه أنا أكثر من مرة سألوني أنه شنو بينك وبين الحيدري، قلت لهم أنا الحيدري بحياتي ما شفته لأنه أنا ما دارس خارج النجف. فلما يجيبون فيديو الحيدري موجود والصورة من جهة الحيدري على وجه شيخ قاعد على الحائط، يقولون هذا الشيخ هو هذا اللي قدامكم، والموثقة راح تصير ما لها قيمة. بهذه المناسبة أحب أقول لكم شيء، إيش راح يكون؟ راح يظهر بأنه أنا كذاب، أنا لما خرجت وأنه كل شيء قلته عن الحيدري، يعني كل السرقات